وفي سياق آخر أعلنت قناة حضرموت عن سلسلة برامجها الجديدة لشهر رمضان المبارك. الدكة عاد شد الدكة عاد شد الدكة ايوا انت ابك فزعان ضم ضم فلقح قدام الحنظل حقك الناس بغت الدكة قم تخارج استريح نفسك بتموت. تابعونا في رمضان على قناة حضرموت برنامج الدكة معي أنا مراد. السلام عليكم.